القشاع ورئيس الكاف تبادل الشتائم. كشف الصحفي النيجيري أوساسو أن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي أخبره أن رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي القشع ورئيس الكاف باتريس تبادل الشتائم خلال اجتماع عقد عن بعد السنة الماضية عبر تقنية زوم. وكان هذا الموضوع سلسلة تغريدات نشرها ذات الصحفي النيجيري عبر صفحته على تويتر، حيث أوضح أنه التقى خلال تغطيته لبطولة كأس أفريقيا للفتيان بالجزائر هذا العضو بالكاف الذي لم يذكر اسمه، وأكد له أن القجع أهان رئيس الكاف قبل أن يدخل الاثنان في نقاش صاخب استدعى تدخل بعض أعضاء الكاف لفض النزاع بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة. وأبرز الصحفي النيجيري أن القجع قال: أنت لا شيء وليس لك أي اعتبار، ليرد عليه رئيس الكاف بدوره أنه لا يعبأ له أيضا.